السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساكم متابعينا بكل خير، ويا أهلا وسهلا مشاركينا الجدد منورين قناتكم. اليوم معانا عرض حصري لتويوتا لاند كروزر الموديل 2021 في اكس ار في اي 5.7، المحرك سعة المحرك 5.7 لتر، سعرها 300,000 ريال سعودي شامل الضريبة والقيمة المضافة. هذه الفئة تعتبر على فئة في اكس ار، هيدروليك، مقاعد جلد، تسخين تبريد للمقاعد، ديفلوك، نظام الزحف، جميع المواصفات. المحرك بسعة 5.7 لتر، في اكسار، شاشة خلفية قياس 14 انش، تحكم بالمكيف منفصل بين السائق والراكب، تحكم خلفي منفصل كذلك، فتحة سقف، كراسي بلون، تشغيل والدخول بصمة، كراسي بلون جمالي غامق. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.